تعالي على القدس إن شاء الله. الله يهدي الأوضاع هنيك ويفرجها يا رب، وينصر أهلنا وشعبنا فلسطين، ومنزور Thank you زيد، بزور القدس إن شاء الله. كل شيء ويكب. بس يا عمري أنت أخبارك شو عم تعملي؟ حبيبتي حياتي Thank you. شايفين شو عم تقلكم هالصبية الحلوة؟ الكل يكبس ويشير يا قلبي انتو، الكل يكبس ويشير. ياريتكم تتذكروا التكبيس والتشيير بدون جولة، ياريت عن جد. كان عندي ميك اب العارضة، ازياء، مشارك مسابقة ملكة جمال هولندا. صح تحكي هولندي؟ لا ما بحكي ولا كلمة هولندي. جاي وزاي مقيمة بهولندا وما بتكلم الهولندي، وبدرس بس بدون ما هيك احكي هولندي. حياتي بالتوفيق. شفت صراحة في بس فازت هيدي المشهورة في التيك توك، ما بعرف شو اسمها، بس انا شفت مقطعها صراحة طالع اكسبلور فشفته، وانا بحس هي فازت مش انه هي ملكة جمال، لانه ما شاء الله في احلى منها. اوكي بس انا بحس فوزوها لانه مثل كانه واسط يعني. هي مشهوره على التيك توك، معروفه في هولندا، ف على هيدا الاساس بحس. منو هاي؟ ليش ما بتشاركي انت؟ عندي كل المقومات يا عمري، والله بدك صراحه ما بعرف اشارك. ما بعرف أشارك يا عمري، ما بعرف. والله إنك ملكة جمال حبيبات قلبي، كل المكونات. لا في شيء أزرف بالكلام، مقاومات يعني إشي حلو. خلونا نشوف الكومنتات من الموبايل الثاني. اوكي بس حابب امزح لك. منور منور يا يوزر، بس لضحكيك. يلا نرجع للحب. لا خلوني شو، على الأقل جمالك طبيعي وجمال رائع حبيبتي. Thank you. صح جمال طبيعي، ما شاء الله ما شاء الله. المرة الماضية كانت بنت سورية ملكة جمال أمستردام، والله كانت سورية. شيراتك يا عمري. هيدي المرة اللي فازت تركية بس بنت البلد. I think so. Thank you.
رأيك حط اسم. شو اسمك انت يعني يوزر؟ اسمك انت شو؟ ايه ما تنحطوا خبزة. يلا بكرة. كيفكم رواق؟ انت كيفك؟ مساء الخير. اسم مساء الجميع.